صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدينا وما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من صباح الخير على قناة سما بلشت معكم اليوم 27/1/2021، يعني قرب يخلص أول شهر من السنة. صباح الخير ورد. يا صباح الخير يا رنا، كيفك؟ تمام، كيفك أنت؟ منيح تمام. أنا مبسوطة بتاريخ اليوم. كنت عم تقول لي ورد، كانت عم تقول لي رنا إنه في تواريخ بتعنينا كأشخاص. أي. ليش مبسوطة اليوم؟ اليوم هو هيك في له ذكرى خاصة لإلي، تاريخ اليوم، فإنه هيك دائما 27/1 هو مميز بالنسبة لإلي، فإن شاء الله يكون يوم حلو لإلي وللكل. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل أيامنا فيها ذكريات خاصة وتكون حلوة وإيجابية. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة سما الفضائية. نحن بإيدنا ممكن نصنع التاريخ، نعمل إنجاز نتذكره بالسنوات القادمة، إنه هذا الإنجاز نحن عملناه بهاليوم بالضبط. وبهاليوم بالضبط مثل كل يوم لازم نصبح على شيف سناء لنعرف مقادير طبق اليوم. صباح الخير يا شيف. صباحك يا ورد. صباح الخير شيف. صباح الخير رنا. شو عاملين اليوم؟ اليوم عنا دجاج صيني. تشاينيز تشيكن. تشاينيز. يا سلام. فيه بهارات؟ لا، بهاراتنا كثير بسيطة. خلاص ممتاز، حبيناك اليوم. كعادة كل يوم. شكرا يا شيف سناء، رح نشوف الطريقة بعد شوي. شكرا. أوكي. شكرا كثير لك شيف. مشاهدينا، يعني المعروف والشائع هو التحذيرات الكثيرة من وجبة العشاء ودورها الكبير بزيادة الوزن والسمنة. صح. ولكن دراسة جديدة أعادت النظر بهذا الموضوع وخرجت بنتائج تختلف شوي عن المتعارف عليه. لسنوات طويلة ربط العلماء بين تخطي وجبة الفطور وزيادة الوزن، بس دراسات قليلة انعملت عن تأثير الوجبات الأخرى على الوزن والكتلة الجسمية للإنسان. لكن دراسة يابانية جديدة أجرتها جامعة أوساكا أشارت إنه تناول وجبة العشاء يعتبر مؤشر على زيادة الوزن والسمنة. الدراسة أجريت على 9000 طالب فوق سن 18 على مدى 3 سنوات، وكان عدد الطلاب يلي بيتخطوا وجبة العشاء قليل. أما عن الطلاب يلي بيتخطوها دائماً أو بأغلب الأوقات، كانوا بيعانوا من السمنة، مدخنين، وبيناموا لفترات زمنية أقصر. النتائج قالت أنه تخطي وجبة العشاء مرتبط بقوة بزيادة الوزن بنسبة 10% أو أكثر، لأنه بيخلي الناس أكثر جوعاً، فبينتهي فيهم الأمر ليتناولوا المزيد من الطعام على مدار اليوم. وتفسير تاني محتمل قال أنه العشاء وجبة بتتناسب مع أنواع الأطعمة المغذية مثل البروتينات الخالية من الدهون والخضروات. لهيك قالوا العلماء أنه تخطي هالوجبة هو بمثابة اتباع نظام غذائي أقل جودة. حلوة هالدراسة. بدي أقول لك شو رأيك بالموضوع؟ حلوة هالدراسة، يعني إنه النومة بلا عشاء ما بتعني إنه أنا عامل دايت، وما بتعني إنه أنا رح فيق بكرة نحفان. العشاء الصحي وبالوقت المناسب هو اللي بيحفز الاستقلاب. خلينا نروح نشوف شيف سناء كيف رح تحضر الدجاج الصيني. تفضلي يا شيف. يلا هنشوف شو مقاديرنا لليوم. عندي ملح، عندي بهار ابيض، بهار بصل، بهار ثوم، فلفل اسود، زيت السمسم ان وجد هذا اختياري، عندي خل، بصل للرز، عندي طبعا زيوت الزبده والزيت دائما بدي اشتغل فيهم. لصوصنا عندي العسل، عندي سمسم، نشا، صويا صوص. الخضار اللي نحن اليوم اخترناها عندي هون درة، جزر، فليفلة ألوان أكثر من لون، طحين، وعندي النجم تبع طبقنا هو الدجاج، وهون نحن ناقين الرز. أول شيء شو حنساوي؟ حنقطع نحن الدجاج مشان نحن نتبله. هلا نحن لتقطيعة الدجاج اليوم بدنا إياها مكعبات. أنا حأخذ الصدر حأقطعه مكعبات هون. هلا المفروض الناقة يعني أقل شيء نساويها قبل بساعة أو ساعتين، بس نحنا لضيق الوقت حنشتغل فيها دغري، بس أنتوا أفضل إذا كانت أخذت النكهة كلها. هلا هون قطعنا الدجاج، الخضرة كلها حتكون جوليان، بس الدجاج حيكون مربعات أو مكعبات. هلا عندي هيك حنبلش نتبل ملح، شوية بهار أبيض،
عندي بهار البصل وبهار الثوم وعندي الخل. هلا مثل ما قلنا هدول بنحاول نحن نساويهم قبل بساعة أو ساعتين، بس لحتى عندي الخل هيك يتخلل بقلب الأنسجة تبع الدجاج بيكون أفضل. نعمل لهم هيك كلهم تتبيلة هيك مع بعض. هلا هون الدجاج بده ينقلى، نحن بدنا نقليه بزيت غمر للدجاج، بس قبل ما اقليه انا بزيت غمر بدي اعطيه طبقه مشان انا عندي الدجاج ما ينشف. شو هي الطبقه اللي عندي؟ هون عندي تقريبا كوب طحين، انا بنزل عليه نص كوب نشا كورن فلور، حاول انه تبلهم كلهم مع بعض، وحتبلهم كمان الطحين لانه كمان مشان تاخذ نكهه من فوق، كمان نفس التتبيله، شويه ملح وبهار ابيض، بودره البصل وبودره الثوم، هيك كلهم مع بعض نمزجهم. وبعدين هاخذ شوي من الدجاج، انا حاعتبر انه هذا انا تبلته قبل بوقت هيك لحتى كل الحبه تتغلف من النشا ومن الطحين. بعدين حاول انه احنا نصفيهم قد ما فينا من الطحين لانه انا ما بدي انزع كمان الزيت الموجود عندي، وبعدين بنزلهم بالزيت. زيت غمر حيكون زيت حامي، هلا شو الفكره؟ الفكره انه نحن طبقنا حياخد الدجاج ياخد الخضرة، بعدين بدنا نساوي صوص شوي بيكون شوي لزج، بعدين منتبلهم فيهم بالآخير، يعني الصوص ما بيتنزل غير للآخير، لأنه أنا ما بدي تروح هي الطبقة اللي أنا حطيتها، أنا بس بنزل الصوص وقت اللي أنا كون بدي ساوي الطبقة. هلأ خلصنا، هلأ هون ساويهم، بعدين حنبلش نحنا بالخضرة. شوفي عندي للخضرة شوية زيت وزبدة، حنبلش بالخضرة تتابعا، دائما بنبلش بالخضرة اللي بدها سوى أكثر. هون أنا عندي الجزر أكثر شي بياكل سوى، الدجاج بدي إياه أشقر يعني ما بدي إياه كثير غامق، حتى أقرب للبياض يعني يكون لونه زهري. حننزل بالجزر نعمل لهم هيك تقليبة مع بعض. نرجع عندي هون لسا بيستحمل شوي، هلا هي بدها يكمل رد لأنه استوى بقلب الطبخة. نعمل لهم هيك تقليبة للجزرات وبعدين بننزل بالخضرة تبعها. هنبلش هون فليفلة، ألوانه كثير حلوة، الطبق كثير طيب، يعني هيك تغيير عن الأكل اللي نحن متآلفين عليه. هلا نحن حنقدم حد منه رز، ممكن ما يتقدم حد منه شيء، يعني ممكن للأشخاص اللي عم يتبعوا نظام غذائي ما بدهم نشويات، ممكن أنا ما أقدم حد منه شيء لحاله طبق غني. ألوانه كثير حلوة، ممكن انا اضيف فطر فريش اذا كان عندي موجود فطر فريش كمان بيعطيه غنى. تمام، هلا هيك انا حخليهم يتقلوا نص تقلايه، دائما الخضره ما تحاولوا انه تنطبخ كثير لانه اول شيء بتفقد القيمه الغذائيه اللي فيها، ثاني شيء بتهدل يعني بتعطينا حتى منظر وطعم منه طيب كثير بالطبق. ننزل بالذره، تمام هلا هيك بس حاتركهم انا شوي لحتى هيك كلهم يتقلوا مع بعض. نرجع نكمل الدجاج عنا، قد ما فينا هيك نتبلهم، حاول نشيلهم بس
نعمل لهم تقليبه لهدول. شوف اذا بدهم شوي، لا بدهم بعدهم شوي، هخليهم شوي بس لشيل هدول وحطهم، شيلهم هون حطهم هون دجاجات. انا هذا اللون اللي بدي اياه، ما بدي اياه لون كثير غامق، بدي اياه لون فاتح اقرب للزهري. هلا متى ما صار الصوص وكله تبلغوا مع بعض، الصوص كثير بيعطيه طبق طعمه كثير طيبه للطبق. هنكمل الدجاج اللي عندنا قد ما فينا، نحاول انه نتخلص من الطحين. بس انا على كل حال كل الزيت اللي انا كثير اللي هلا انا عم بشتغل فيه برجع رد بصفيه، متى ما برد برجع رد بستخدمه مره ثانيه. هلا هو تقريبا بيستحمل الزيت ينقلب فيه مره او مرتين. وحاولوا ما كثير تكتروا كميات الزيت اللي عم نشتغل فيها كمان حتى ما يصير عندنا كثير هدر. هلا هيك انا حكمل الدجاج عندي وحيكمل الخضره مع بعض، بس لنرجع حنساوي الصوص ونساوي الرز مع بعض. نرجع لكم يا ورد ويا رب. يعني شغلته سهله كثير كثير سهله. اذا شغلته اذا شفنا الشيف سناء عم تطبخه سهله، بسيطه تعال طبخه ما بيمشي الحال. شكرا شيف. شكرا وارد. شكرا كثير لك شيف. يعني دائما انا بفكر على فكره بمهنه الشيف سناء انه هي يعني حلوه بس بنفس الوقت صعبه. يعني قديش الواحد قادر على طول يمكن يشم ريحه اكل، او هو يمكن يطبخ شغلات هو ما بيحبها. يعني الشيف هو يمكن بيتعرض لكل هدول الاشياء 100%. مثل الربات الاسر، ممكن جوزها يقول لها بدي ملوخيه وهو هي ما بتحب الملوخيه مثلا، بس بدها تتعلم. فلذلك سالنا الناس شو هي المهنه يلي ممكن تنجحوا فيها اذا مارستوها، والمهنه اللي مو ممكن تنجحوا فيها اذا اشتغلتوا باعتقادكم بهذا الموضوع. هذا سؤال حلقتنا لليوم يلي تفاعلتوا معه بالبوست يلي رح تبلشوا تشوفوه على صفحتنا. ما المهنه التي تتوقعون ان لا تنجحوا بها ان مارستوها؟ خلونا نشوف رنا. رنا شو بتختاري؟ يعني انا صراحه فكرت بكثير شغلات، يعني بحب الطبخ بس مو انه اشتغله، بحس هي وحده من الشغلات. مهنه الطب بحسها يعني هي اكيد من يمكن من ارقى المهن، بس ما بحس قلبي هيك ما بيتحمل انه اشوف حدا موجوع او حدا يمكن عم يعاني من شيء، فلا بفضل بفضل بلاها. فضل انت بلاها. شو ورد؟ انا ما بعرف صراحه، هلا بعد ما نشوف راي الناس ممكن يخطر لي شيء شغله. شو خبرتونا لما سالناكم ونزلنا على الشارع مع كاميرتنا؟ خلونا نشوف. شو بتتوقع الشغل يلي اذا اشتغلت فيه ما رح تنجح؟ الواحد اذا اشتغل او اذا حب انه يصير بيصير، يعني بيحاول بكل شيء مستحيل بيصعب عليه شيء. هلا المحاسبه نوعا ما، انا بعيد عن مجالي، انا يعني فرعي ادبي وبميل للفلسفه والاشياء الادبيه اكثر. بس انا ممكن مثلا كسائق ما تزبط معي الحكايه. ليش؟ بالي مو طويل كثير. بعيده عني شغله الهندسه، يعني تجارة حلوة تمام، بس الهندسة كثير بعيدة عني. هلا اكيد مجال الهندسة والكهرباء كاختصاص انا حقوق ما راح انجح فيهم اكيد. يعني لا انا بحس حالي بنجح بكل شيء. الحلاقة نسوانية، ايه انه كوفيرة نسائية. ليش؟ ما بزبط. يعني مثل طباخ او شيء، ايه اتوقع انه راح يصير فيها شيء فيه. انه بياخذ كثير وقت، وبظن يعني ما بعرف رح اعمل لكل الناس ذوقي مثلا محدد، فرح اعمل لكل الناس نفس الموديل. اذا شعري او اظافري او اي شيء. لا هيك مندوب مبيعات. ليش؟ وبحس في تطفل احيانا. عرض ازياء. ما فيني اشتغل دكتور. الديكور. ليش؟ مستحيل ما يعني ما بتوقع انجح فيه ابدا. الغناء. ليش؟ شايفة صوتي ما حلو مثل الباص. يعني نفس الشيء، ما بحب غني، ما بحب قصص المسرح وهيك، مالي يعني. اي الفن انا مالي فيه. يعني الالكترونيات. ليه؟ لانه مالي شاغل فيه، يعني ما عندي فكرة عنه، ما عندي خلفية. يعني بنسمع بكثير انواع حميات ودايت لحتى نحن ننزل وزننا، وكثير بيتبعوا حميات خاطئه، فانقاص الوزن هو هاجس عند كثير من الناس. ولكن صح. انا كيف بدي انزل وزني؟
كرمال هيك البعض بيكون ملائم والبعض ما بيكون ملائم من هالحميات. اليوم رح نحكي عن أنواع حميات بنسمع عنها ولكن ما بنعرف مدى فعاليتها أو حتى أضرارها. ضيفتنا الدكتورة نورهان البضنة استشارية التغذية العلاجية والصحة صارت جاهزة لتخبرنا كل الأجوبة عن تساؤلاتنا. صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي معنا. يعني بشكل عام نحن بس دائما نقول لحدا أنه لازم تعمل دايت أو لازم تعمل حمية، دائما هو بيخاف أنه إيه أنا رح نحرم هلأ الأكل وما عاد آكل وكل هدول الأشياء، بيصير في تخوف عند هدول الأشخاص. هلا نحكي بشكل عام شو هو النظام الغذائي أو نظام الحميات وكيف هو بيكون مناسب لكل شخص. الحميات بتنعمل كل حمية حسب حالة صحية للشخص، بنعتمد عليها. بنعمل تقييم للشخص على جهاز اسمه فحص مكونات الجسم، بنشوف الكتلة العضلية، الكتلة الدهنية، هل الشخص عنده احتباس سوائل أو لا، وبنشوف الحالة الصحية إذا بيعاني من مرض معين، وعلى أساسها بتنعمل الحمية. طبعاً بنحسب السعرات الحرارية، كمية البروتين، الكربوهيدرات، الدهون لكل شخص، وهيك نحن بنقدر نعطي الحمية المناسبة للشخص. تمام. طبعا يعني حمية شخص عن شخص بتختلف. هاي اللي كنت جاي اساله. يعني نحن ما عندنا شيء انه والله انا جاي على بالي اعمل حمية فاليوم بدي اجرب الكيتو دايت او بكره الفيجان دايت، هالقصص كلها مو صح. نحن لازم نختار حمية مناسبة لشخص مناسب تكون له هالحمية. كيف بتم الاختيار؟ يعني كيف بنقرر مثلا رنا لازم تمشي على حمية مليئة بالدهون؟ هلا الاختيار الحمية اول شيء نشوف اذا هي بتعاني من اي مرض معين. يعني في صبية مثلا بتعاني من تكيس مبيض مقاومة انسولين، فحميتها بتختلف عن صبية ما عندها هي المشكلة. تكيس مبيض مقاومة انسولين بتعتمد على حمية مؤشر الجلايسيمي اللي لها منخفض، لانه مقاومة الانسولين المترافقة مع تكيس المبيض هي اللي بتسبب لها توضع الدهون بمنطقة البطن. فبهي الحالة بنعطيها الحمية مؤشر الجلايسيمي اللي لها منخفض، يعني ما بنحاول ما نرفع السكر بالدم، بنختار للأطعمة اللي ما بترفع السكر بالدم، بننظم وجباتها بتوقيت معين، بندخل الكربوهيدرات، لكن الكربوهيدرات وفي نشويات كربوهيدرات معقدة وكربوهيدرات بسيطة، فنحن بنحاول نختار الأطعمة. يعني في فواكه بترفع السكر بالدم لدرجة كتير عالية وبسرعة. وبسرعة. فنحن بدنا نختار الأطعمة اللي ما بترفع السكر بالدم، وهيك بنحاول ننزلها من وزنها، مقاومة الإنسولين شوي شوي بتروح. حلو. مع نزول الوزن وبنتخلص هيك من تكيس المبايض. تمام. معناتها نحن عم نحكي على شيء مثل ما قلنا هو مناسب لكل شخص او لكل حاله، ما فينا اكيد نعمم شيء على كل الاشخاص. طيب دائما نحن اغلب الاشخاص اذا بدهم يسالوا على اي شيء دغري على جوجل بيعملوا بحث، بيسالوا على اي موضوع بالدنيا، نسمع عن حميات شيء مزبوط وشيء مو مزبوط، وشيء حميات سمعانين فيها وشيء حميات مو سمعانين فيها. اخر شيء هلا عم نسمع عنه حميه من جديد اسمها حميه الماء. شو هي هي الحمية؟ حمية الماء هي حمية مبتدعة، يعني مخترعة. ما في شيء الأساس علمي عن حمية المي. يعني بعلم التغذية ما في شيء اسمه حمية مي. حمية المي هي المي ما فيه سعرات حرارية، زيرو كالوريز. فلما الشخص بده يعيش لفترة معينة على المي، هون رح يصير في عنا مشاكل صحية. هي بتكون بس مي؟ بس مي بلا اي شيء ثاني. بلا اي شيء. لا امتى لكنه كثير عم نسمع عنها. عم نسمع عنها كثير انه في اشخاص كثير عم يعملوا هي الدايت. خاطئه جدا هي الحميه، وما بنصح فيها ابدا لعده اسباب. اول سبب صحي، يعني الشخص بيروح انه نحن رح انزل، بدي انزل 18 كيلو هذا الشهر او 10 كيلو، فانا رح امشي على حميه المي كرمال انا انزل هذا النزول. نحن ما بيهمنا نزول الوزن على الميزان. يعني العشرة كيلو ما رح يكونوا يلي بده ينزلهم او الخمستاشر كيلو ما رح يكونوا كلهم دهون، رح يكون يعني الجسم ما بيتحمل ينزل اساسا بالشهر اي جسم بشري من 4 إلى 5 كيلو دهون، واذا نزل اكثر فهو سوائل وعضل. هلا لما تنزل الكتله العضليه معدل الحرق عنا بيزيد، يعني معدل الحرق بيقل، فبالتالي لهيك هي النوع من الحميات وقت رحنا بنتبع حميات عشوائيه بعدين رح يروح الشخص فورا يزيد وزنه بعد ما يترك هي الحميه. مثل مثلا هلا حكيت عن حميه الكيتوجينيك دايت، طلعت فنه الكيتو دايت وصارت العالم تتبعها ومو عارفانه شو اثارها الجانبيه وهل هي منيحه للشخص، شو رح تاثر علي اذا انا اتبعتها. صاروا ياخذوها لتنزيل الوزن، هي فعليا مو لتنزيل الوزن، للمرضى الصرع. تماما. لانه مرضى الصرع عندهم مشكله بالجهاز العصبي المركزي، فالجهاز العصبي المركزي بيتغذى على الجلوكوز، فعملوا لهم الكيتوجينيك دايت كرمال بلا سكر. بتكون ابدا بلا سكر، 5% كربوهيدرات، تعتمد بشكل رئيسي على الدهون تقريبا من 65 إلى 75%، 5% كربوهيدرات والباقي كله رح يكون بروتين. لكن كمان الاشخاص اللي اتبعوا كيتوجينيك دايت لتنزيل الوزن اتبعوه مع الاسف، يعني بيجوا لعندي على عياده انه دكتوره انا كنت ماشيه على كيتوجينيك دايت ونزلت هالقد،
لما بشوف هنن على شو ماشيين مع الاسف ما بيكونوا ماشيين كيتوجينك دايت، بيكونوا ماشيين هاي بروتين. حلو لهيك لازم نفرق مثل ما قالت رنا، يعني الجوجل موجود قدامنا واختصاصيين التربية اللي بنستضيفهم بصباح الخير على قناة سما جاهزين ليجاوبونا على كل تساؤلاتنا. هي مبدأ تريجر يعني مثل زيناد بدي أطلقه ليبلش عجلة الاستقلاب، إن كان بتخفيض مستوى السكر، إن كان برفع مستوى الدهون الجيدة وقطع السكر، فهذا بيحرض الكيتونات لتتمايز وبيدخلوا للخلايا. علم ماله انه والله كلي خس لثلاث ايام فانت بتنحفي 5 كيلو. اكيد لا، كله مبني على اسس ودراسات علميه. وعلى هذا الشيء نحن من دائما بنضلنا متابعين شو احدث الدراسات العلميه وبنمشي عليها كرمال الكل يكون ماشي بطريقه صحيه، واعتماد الدراسات العلميه هو الاساس. تمام هو هذا اكيد المهم. يعني ما نسمع جايرتنا عامله هي الحميه نزلت 10 كيلو نتبع نفس النظام اللي هي. اوكي تمام. طيب خلينا نقول شو نقطه البدايه. يعني اذا اليوم في شخص هو عنده وزن زائد بده يحل مشاكل معينة، ممكن يكون حتى الوزن الزائد مرتبط مع أمراض معينة، شو أول خطوة لازم يعملها هذا الشخص؟ أول خطوة لازم يعملها يشوف شو السبب الرئيسي لزيادة وزنه. متى ما عرف السبب الرئيسي وحل السبب من الأساس من الجذر المشكلة رح تنحل. يعني مثلا في كتير صبايا بيعملوا حمية لحتى يشوفوا هنا بدهم ينزلوا وزن، وبعد بأسبوعين بيلاقي وزنهم ما عم ينزل، بيكون عندها مشكلة تكيس المبايض ومقاومة إنسولين، كسل الغدة الدرقية. يعني كتير من المرضى أجوا لعندي حاولوا يعملوا دايت لحالهم وما عم ينزلوا، فبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة قدرت أعرف إنه مثلا شخص هذا الشخص عنده كسل بالغدة الدرقية، ففي بيكون دايت بلان خاص له، يعني مو مثل الشخص الطبيعي. كمان يعني أثناء لما بنعمل حمية، قبل ما أعمل حمية بحب أمشي على بروتوكول طبي معين، يلي هو أول شيء نحن بنعمل فحص مكونات الجسم لحتى أشوف الكتلة العضلية قديش عند الشخص والكتلة الدهنية، وأسبوعياً راقبها. بعمل تحاليل فيتامين دي، فيتامين بي 12، بشوف إذا الشخص عنده أنيميا، إذا كان عنده أعراض بشوف شو سبب هي الأعراض، نقص أي فيتامين لهذا العرض الموجود عنده، نعمل تحليل، وإذا كان في عنده مشكلة فيه أكيد طبعاً بنعالج المشكلة وبنمشي مع علاج المشكلة بحمية مدروسة. تمام. حسب حالة الشخص. نقص فيتامين د، منظمة الصحة العالمية قالت إنه هو مرض العصر. تمام. ونقصه بضعف الاستقلاب كمان. أكيد. فبيصير معدل الحرق ضعيف. طيب كمان بدنا نرجع للحمية الماء، بتعمل سمة بالأخير، يعني بيصير نقص شوارد الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم وهالقصص كلها، فلازم ننتبه إنه في بعض الحميات بتأذينا. ايضا بدنا نضيف شو الحميه العاليه بالبروتين، ذكرتيها من شوي الاتكنز دايت. هي بتعتمد على بروتين عالي. بيمشي الشخص هلا كمان ما بتناسب الكل، ممكن انه نمشي عليها لفتره ونتبعها تمام مع كميه كربوهيدرات. انا ما بنصح ابدا انه موضوع النشويات او الكربوهيدرات ينقطع من الحميه، لانه الجسم بيصير بيتعود على هذا النوع من الحميه، فلما بيرجع الشخص بده ياكل بشكل طبيعي رح يرجع يزيد بالوزن، فهيك نحن ما استفدنا شيء. فأهم شيء نحن نحسب كمية الكربوهيدرات البروتين والدهون ونعطيها للشخص. هلا لما بحكي أنا عن دهون، في دهون عنا صحية ودهون غير صحية، اللي هي الدهون المشبعة والغير المشبعة. نركز على الدهون الغير المشبعة كرمال نحن خلايانا الدماغ بحاجة دهون صحية. أكيد طبعا. الأتكنز دايت بيعتمد على البروتين العالي، بنصح فيه لفترة معينة لكن مو فترة طويلة. لمرضى مثلا الكلى او اللي عندهم حصب الكلى، اكيد طبعا ابدا ما بنصح بالاتكنز دايت لانه بيعمل لهم مشاكل كلوية. تمام. طيب بما انه حكينا قبل شوي على المي وانه في ناس يمكن بتبعوا هي الحميات الخاطئة، بشكل عام ضمن الحميات خلينا نقول المدروسة، قديش مهم المي والسوائل تكون داخلة بقلب هي الحميات؟ اكيد طبعا، لكل كيلو من وزن الشخص بيضرب ب 35 مل، بيطلع عنده احتياج اليوم من كل كيلو بيضرب كل كيلو من وزنك. يعني مثلا انت لو افترض وزنك 50 شكرا الله يجبر بخاطرك. اوكي 50 نضرب 50 ضرب 35 بيطلع لك قديش انت بتحتاجي سوائل خلال بالملي اليوم. لتر. بالملي لتر. اوكي تمام. حلو كتير. حلو. يعني المي ضرورية جدا. أكيد. وبالشتاء بننسى نشرب. أكيد. فلذلك في ناس عندهم أبليكيشن على الموبايل بذكرهم كل شغلة ساعة ونص ساعتين إنه شرب كاسة مي. ضروري جدا. قطع المي يعني قطعنا الحرق، بيعمل احتباس سوائل، بيقلل معدل الحرق. ممكن الشخص يكون حاسس حاله إنه هو جوعان، بس هو فعليا ما بيكون جوعان، هو بيكون عطشان. هون الفكرة، فبيصير بياكل كمية أكثر. طيب هون إجا السؤال من عندك يا أستاذة دكتورتنا. اليوم انا واحد من الناس اذا مشيت على حميه ما عندي مشكله بالطعوم، يعني انا ما عندي والله بشتهي سكر او بشتهي المالح او بشتهي اكل فلان اكله، بس عندي مشكله بالجوع، انا بجوع بس اعمل حميه، كيف بدي حارب الجوع واضل ماشي على حميتي؟ اول ما منفيق
ناخذ وجبه الفطور لانه لحتى نعلي معدل الاستقلاب وتزيد تركيزنا وتعطينا طاقه خلال اليوم. بعد بثلاث ساعات ناخذ سناك، حتى لو ما كنت جوعان خذ السناك، لانه انت اذا ما اخذت السناك بعد ثلاث ساعات ولا ساعتين ونص وتروح على وجبه الغداء مباشره رح تحس بالجوع ورح تاخذ كميه كثير كبيره من الاكل. فنحن لما ننظم مستوى السكر بالدم ونكون عارفانين نحن شو الشيء اللي لازم ناخذه على وجبه الفطور، بعد ثلاث ساعات ناخذ سناك، بعد ساعتين ونص ناخذ وجبه الغداء وهكذا لوجبه العشاء. يعني وجبه العشاء كثير ضروريه، هي حكينا عنها من شوي. وانا ضد انك انت مثلا والله بعد الساعه 6 لا تاكل كرمال انك انت تنحف، هذا الحكي بدك في وحده بالليل وتاكل. أهم شيء لما أنت تكون حاسب السعرات الحرارية وحاسب كمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون قديش جسمك بيحتاج، بهي الطريقة هي أنت رح تكون شبعان طول النهار، أخذ كامل احتياجك، ما حد الساعة 12 وحدة مثل ما هلا تفيق وتاكل. يعني إذا نمت بلا عشاء صدقني رح تفيق وتاكل طبعا. أكيد حتى معدل الحرق عندك بيكون أفضل لأنه بتكون على وجبة العشاء كمية البروتين أنت عم تكمل احتياجك من البروتين. أوكي. لما بننظم كنت إنه لما أنت بتأخذ ثلاث وجبات رئيسية وسناكين، هون أنت ننظم السكر بالدم، عم تأخذ بكل وجبة بروتين رح تحسسك بالشبع لمدة أطول، وهيك أنت ما بتكون أخذت ما ضليتك فترة طويلة من دون أكل وصرت بعدين تشتهي الحلو وتشتهي السكر، لأنه لما بضل فترة طويلة بدون أكل لمدة ست ساعات بيطلب الجسم سكر، بصير الجسم بيطلب سكر أو أي شيء بتشوفه قدامك حتى لو ما كان صحي رح تاكله، بصير أي شيء لأنه خلص جوعان. يعني نشكرك كثير دكتورة على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا كثير لك دكتورة. يعني من شوي ذكرت الدكتورة الأتكنز دايت هو اسم الرجيم الأكثر شهرة حالياً عند نجوم هوليوود. التفاصيل الكاملة عن هالنظام الغذائي بالتفصيل ومراحله وشو أضراره وشو فوائده بهالتقرير. رجيم أتكنز يعتبر من أنظمة الرجيم الأكثر شهرة بصفوف مشاهير هوليوود، ولهالسبب خبراء التغذية أطلقوا عليه وصف رجيم هوليوود، ويدرج تحت خانة أنظمة الرجيم السريعة والفعالة بفقدان الوزن من دون الشعور بالجوع، وبيساعد على خسارة 10 كيلوغرامات من الوزن خلال شهر بدون إرهاق وتعب أو جهد مكثف، على اعتباره قائم على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف، إضافة للسيطرة على كم الكربوهيدرات المستهلك. وهدف رجيم أتكنز الأساسي تنظيم نسبة السكر بالدم وتحقيق الصحة السليم بعيداً عن كم السعرات الحرارية. يقسم نظام أتكنز لأربع مراحل. بالمرحلة الأولى بيتم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والزيوت غير المشبعة لتحويل الدهون لمصدر الطاقة الرئيسي، بالإضافة للحرص على شرب 8 أكواب من الماء يومياً. إذا التزمنا بالخطوات فمنقدر نخسر 7 كيلوغرامات بالشهر. أما المرحلة الثانية فبتساعد على خسارة 5 كيلوغرامات، وبتتضمن أنواع جديدة من الطعام كالمكسرات وبعض أنواع الفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز والبطيخ وكل منتجات الألبان، مع زيادة كم الكربوهيدرات الصافي ل 5 جرامات إضافية ليساوي 25 جرام، وتقدر احتياجات الجسم للكربوهيدرات وفق العمر والجنس والنشاط البدني. وبالمرحلة الثالثة بتستمر رحلة خسارة الوزن للوصول للوزن المرغوب، والهدف منها تحقيق التوازن بالغذاء المتناول، وبتشمل أغذية المرحلة الأولى والثانية مع زيادة الكربوهيدرات الصافية بمقدار بيتراوح بين 50 ل 80 جرام، ومصدرها أنواع جديدة من الخضروات الغنية بالنشويات وأيضاً الفواكه السكرية والأرز البني والشوفان. وبتتلخص هالمرحلة بتهيئة الجسم لاتباع نظام غذائي صحي متوازن. أما بالمرحلة الرابعة بيتم تحويل نظام رجيم أتكنز لنمط حياة صحي لتحقيق التوازن الأمثل والحفاظ على ثبات الوزن.
صباحكم خير عن جديد، لسه اكيد مكملين معكم بباقي فقرات حلقتنا لليوم، وصار وقت نرجع مره جديده لعند الشيف سناء ونشوف باي مرحله صارت. تفضلي شيف. يلا الدجاجات نحن خلصنا، هون الخضره خلصت، هلا حنشتغل عنا على طنجرتين. اول واحده بنسال فيها الرز والثانيه بنسال فيها الصوص. للصوص شوفي عندي، عندي صويا صوص، عندي عسل وزيت السمسم. هلا الصويا صوص مالحه مشان هيك انا ما ملحت كثير الخضره اللي عندي، حضيفهم كلهم مع بعضهم، اتركهم هيك ليتعقدوا كلهم. ننزل بالعسل، اذا نحن العسل منه موجود عنا منحط شوية سكر وشوية دبس تمر اذا العسل ماله موجود. هيك حتبلهم هيك كلهم مع بعض. مثل ما قلنا زيت السمسم هو اختياري، بس هو كتير بضيف طعمة طيبة للطبق. ارجع اضيف لها بس شويه فلفل اسود بس لتعطيني هيك حدوديه. لا هي بتتميز الاكل الاسيوي اكثر شيء بانه بيجمع بين المالح وبين الحلو. هلا حنساوي الرز مع بعض مثل العاده، ننزل زبده وزيت. بعدين نحط لها بصله للرز لانه بتطلع اطيب. هنقليهم مع بعض. انا الرز غسلته، نقعته مع بعض، غسلته كتير منيح من النشا. نحسن نستعمل رز قصير، نحسن نستعمل رز طويل، اللي بدكم اياه. هلا هو في الرز اللي بيكون اكثر شيء بيستعملوه الصين هو شوي بيجي نسبه النشا تبعه اعلى، اذا انتم حابين تستعملوه كمان ما بيضر. هلا هون بس بدنا صوصنا شوي يتبخر عشان يكون عندي شوي صوص لزج. كل شوي بنعمل لهم تحريكه لانه عندي صويا صوص حتى ما تحترق من تحت. الدجاج عندي خلص، حنزله فوق الخضره موجوده هون عنا. هيكون طبقنا كتير حلو، منظره كتير روعه وطعمته اكيد طيبه. هلا حننزل بالرز. انا كثير بحب اقلي الرز مع المواد الدسمه والبصل، قد ما فيكم قلوه بيعطيه هيك فلفله الرز وبيعطيه طعم طيب، انا هيك بحب. اذا نحن ما عندنا وقت مثل اليوم بس نعمل له تقليبتين ثلاثه. المرق اللي انا اليوم او النصب اللي انا اليوم بدي اشتغل فيها هي ميه الدجاج، نحسن نكون مرقه الخضره ميه لحمه اللي انتم بدكم اياه، ممكن تكون مي عادية كمان ما بيأثر، بس دائما بحس انا المرق ان كان مرق دجاج او خضرة بيعطيه طعم اطيب للرز. حنتبل الرز مع بعض، ملح وبهار ابيض، كل شوي نعمل تقليبة للصوص. انا هون بس هلا حساوي، حننزل بالمي تبع الدجاج. هون كمان انا معايره 5 كاسات لانه كان عندي 5 كاسات رز، بس هلا هيك خالصه حنهدي عليها. وهلا هيك الصوص تقريبا عندي خالص، حننزل بس شوي فوق الدجاج والخضره وحنحط لهم، ننهي بشويه سمسم محمص، شوية بصل أخضر اختياري، وهيك تقريبا بكون خالص طبقنا. حنخلي شوية صوص للتقديم والرز بيكون تهدى معنا، وهيك بتكون خالصة طبختنا. شكرا يا شيف. سهلة؟ اي والله سهلة. لا مبينة سهلة. باينة كثير سهلة. شكرا شيف، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك شيف. مشاهدينا العملية التعليمية هي عصب نهوض مجتمعنا بالحاضر والمستقبل، اليوم رح نضوي على أحد الجوانب الأساسية بهذا المجال ونسأل ضيفتنا شو بعد تطوير المناهج وشو هي الأسس يلي بيتم من خلالها دعم تطبيق المناهج المطورة. صارت معنا أكيد بالاستوديو الدكتورة نادية الغزولي مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية لحتى تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا. صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك، والله يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم تقوموا فيها حتى نسعى للارتقاء بمناهجنا التدريسيه والتعليميه. بظن البعض انه التطوير بينتهي عند نقطه معينه، انه نحن هدفنا هون هالتارجت جبنا خلص. طيب اليه التطوير، عمليات اللي عم تقوموا فيها لتوصلوا لمناهج
خلينا نقول مبتكرة، شو هي؟ أولا يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. دائما الناس بتظن أنه التطوير بيوقف عند نقطة محددة. نحن طورنا المناهج الآن وانتهت المناهج ونزلت على الميدان التربوي وخلاص انتهى الموضوع، ما عاد في مجال أنه نحن نجيب شيء جديد. للأسف العملية، ما حقول للأسف، هي فكرة خاطئة بالنسبة عند المجتمع، لكن الأساس بالتربية أن هناك تطوير دائم، يعني العملية التربوية ما بتوقف عند نقطة محددة، دائما أنت عندك شيء جديد. الآن الجديد مثلا نحن عم نشتغل عليه حاليا هي الثقافة القانونية. فأنت بتنطلق من التطوير من حاجة مجتمعية ومن تطورات عالمية تربوية بتحصل. حلو. يعني التطورات عالمية تربوية بتحصل الآن، كنا سابقا عم نقول الهدف الرابع من الأهداف القرن 21 هي أهداف التنمية المستدامة، الآن أصبح المفهوم مقلوب، ما عادت نحن هدف التعليم هو التنمية المستدامة، وإنما هدف التنمية المستدامة هو استمرار التعليم. فهذا مفهوم انقلب خلال 5 سنوات الأخيرة. فنحن ما بيصير نوقف عند نقطة محددة، والتطوير ما هو كتاب فقط. يعني هناك أشياء كثيرة ملحقة بالكتب، عنا مهارات، عنا أدلة تدريبية، عنا المعلم، عنا البيئة الصفية، كل هذه الأمور تلحق التطوير. يعني أنت الآن طورت مناهج، الآن تقوم بإعداد الوثيقة الأساسية واللي حتصدر أيضا باسم وزارة التربية عن المبنى المدرسي، مواصفات المبنى المدرسي، الهدف منه، آلية التعامل معه، آلية أني أنا كيف بدي أطور هذا البناء. إذن هناك ملحقات كثيرة، فالتطوير ما بوقف عن نقطة، لكن أنت عندك أساسين للتطوير، حاجة المجتمع والنقطة الأخرى اللي هي التطورات التربوية العالمية. تمام، اللي عم تصير بشكل عام لحتى نحن نكون مواكبين لهي التطورات. صحيح. طب دكتورة، شو هي أسس دعم هاي المناهج المطورة، خلينا نقول بالميدان أو على أرض الواقع، كيف نحن ممكن ندعم هاي المناهج؟ تمام، هلأ نحن بالميدان على بصراحة على أرض الواقع دائما أي منهاج، ليس فقط المنهاج الوطني، أي منهج بينزل على أرض الواقع بيصير عنا تطبيق عملي لإله، بتقولي الميدان بيعطيكي تغذية راجعة. تمام. هذه التغذية بتقول ماذا نريد من هذا المنهاج؟ هل وصلت فكرته كاملة إلى المعلم والمدرس؟ هل قدر المدرس يوصل الفكرة للطالب لولي الأمر؟ طيب، يعني إذن نحن بهدول الثغرتين، بهدول الأمرين منقول كيف نحن بنقدر نشتغل على التطوير. يعني مثلا نحن طورنا المنهاج وقلنا بهذا التطوير نحتاج إلى المهارات، وقلنا المعلم يجب والمدرس عليه أن يعمل على مبدأ أساسي اللي هي ذاتية أو شخصية المتعلم. طب ما عنده مبدأ أو ما عنده منه أسس لهذا الموضوع، فكان تأليف أدلة المهارات الحياتية. أدلة المهارات الحياتية انطلقنا بدليلين، الدليل الأول هو دليل عام لمرحلة من 1 إلى 6، دليل الآخر هو لمرحلة أيضا من 7 إلى 12. الآن نحن عم نتجه ليكون عندنا أدلة مهارات حياتية تخصصية. يعني أنا كيف بنمي مهارة حياتية عند المتعلم من خلال العلوم، كيف بنميها من خلال التربية الوطنية، علما أنه التربية الوطنية لها تغييرات جذرية. يعني نحن عندنا وحدة أساسية بالتربية الوطنية بتقول تطوير الذات. حلو. أنا كيف بدي أشتغل على تطوير الذات؟ كيف بدي أستثمر المعلومة والمعرفة الموجودة بالكتاب لكون حياتياً إنسان عم بتعامل مع المجتمع؟ هلأ أنا عندي اطلاع كتير عميق بمناهج التربية اللي عم تقوم فيها، ويمكن دردشة اللي عملناها تحت الهواء بيّن هالشي. اتجهت وزارة التربية من فترة، خلينا نقول 5 سنين لليوم، لتعليم مفاهيم، ارسم خارطة مفاهيم برأيك. تمام. تشاور مع زميلك هذا الأمور كلها، يعني مناهجنا حلوة لكن عنا بيئة لنطبق هالمناهج. هاي الفكرة الأساسية، نحن بعملية ما بعد التطوير نحاول أن نؤمن هذه البيئة للمعلم وللمدرس. كيف؟ أولا من خلال أدلة داعمة، يعني أنا عم بدعمه لمفهوم هو ما له ظاهر بالنسبة له هو مثل أدلة المهارات الحياتية. 2، من خلال تدريب مستمر، فأنت بتلاحظ أنه صار عنا حقائب تدريبية، عنا حقائب تدريبية تخصصية وعنا حقائب تدريبية عامة. فإذا نحن عم نشتغل على ماذا يحتاج المدرس، كيف نوصل لهذا الاحتياج؟ أولا من خلال مثلا استطلاع رأي، من خلال مثلا مشاكل نحن. معلش قول شغلة من احتياجات المدرس. ايه تفضل. بيحتاج المدرس لقاعة ما يكون فيها طالب 50 طالب مثلا، حتى يقدر ب 45 دقيقة يعطي، حتى يطبق ويعطي ورش عمل ويقسم لفرق وهالقصص كلها بيحتاج. هي 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 طلب صغير يعني. هلا حتى بتعرف حتى بال50 طالب احد هدول الاحتياجات نحن دربناه انه هو كيف يتعامل مع الصفوف اللي هي حجمها كبير. في اليات، في استراتيجيات خاصة. حلو. يعني انت ما فيك بتستخدم، اكيد انا ما بيجي بستخدم مجموعة الثنائيات
كل طالبين يعملوا مع بعض بصفي 70 طالب، كم مجموعة بده يطلع عندي؟ لكن أنا فيني أستخدم مجموعة بتتألف مثلا من 10 طلاب، ساعتها بيطلع عندي من 7 مجموعات بقدر أني ناقشهم. فهي بصراحة هي آلية تطوير. ومع ذلك الوزارة عم تسعى سعي حثيث، يعني إحنا بنعرف الفترة الأخيرة قد طلعت عنا مدارس خارج الخدمة، قد صار في عنا اعتزاز طلاب، وصار في عنا صار ضغط يعني بصراحة. هاد كمان عم تعمل عليه الوزارة إنه نحن فعلاً نبدأ هلا. بس لاحظ يعني هذا العام افتتح تقريباً أكثر من 100 مدرسة في حما تم إعادة ترميمها. فإذا أنت قدين معناها أنت عم تشتغل على إنه أنا فعلاً هذا الاعتزاز نحن نرجع. طيب خلينا هون نوضح نقطة كتير ضرورية. كتير في ناس عم يحضرونا اليوم يمكن عم يسألوا حالهم كيف اليوم عم يتم تعويض الفاقد العلمي لهدول الطلاب، يعني بالنسبة لأكيد المركز الوطني لتطوير المناهج، كيف عم تدرسوا هذا الموضوع؟ هلا نحن حتى نكون بالصورة، نحن عنا تقريباً 2 مليون فاقد تعليمي، يعني 2 مليون يافع ويافعة هن خارج نطاق التعليم. فالوزارة ومركز تطوير المناهج عندهم آلية، لأنه نحن كيف وحتى اليوم حتى نحن بهذا العام السيد الوزير أطلق حملة العودة 1 مليون فاقد تعليمي. وهذا بتلاحظوا أنه من أكثر من حوالي تقريباً أسبوع انطلقت هي الحملة الإعلامية على كل وسائل التواصل بكل الاتجاهات. أول مبدأ نحن منألف منهاج الفئة بي، وأصبح هذا المنهج جاهز. بتلاحظوا ملاحظة أنه نحن ضمننا ضمن المنهج الآن لأول مرة اللي هي مادة الدراسات الاجتماعية. سابقا ما كان عندنا مادة الدراسات الاجتماعية، هي نتيجة احتياج. يعني نحن لقينا طالبنا حتى أعرف أول عفوا الفئة بي، هو دمج كل صفين بصف. يعني أنا طالبي خارج التعليم، أنا بدرس صف أول وثاني بصف واحد، ثالث ورابع بصف واحد، خامس وسادس تماما. فالست سنوات أو 8 سنوات بياخذها بأربع سنوات. لكن وعنده فرصة إنه إذا خلص أي مرحلة أو أي مستوى نحن بنسميه مستوى يعود إلى التعليم العام. فبده يعود للتعليم العام عنده نقطة أو حلقة مفرغة اللي هي الدراسات الاجتماعية، اللي هي مادة التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية. فهذا العام ألفنا دراسات اجتماعية وقدمناها للمتعلمين. حتى ألفنا موسيقى، إنه نحن عندي من طالب الفئة بي إذا بده يدرس كتاب، إذا بدنا ندرسه الكتاب العام مدرسه حيضيع، فألفنا حتى التربية الموسيقية للفئة بي. يعني تم تأليف منهج موازي لحتى يرجع الطالب يقدر ياخذ بإيد المنهج النظامي. صحيح. ويمشي قدمه يواكب. خلينا نقول يعني بحلقات قادمة رح نتوسع أكثر عن الخطة الجاية. أكيد. ونضل مواكبينكم إن شاء الله. الله شكرا لجهودكم اللي عم تقوموا فيها. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم. الله يعطيك العافية. شكرا لكم. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. مشاهدينا، الحس الفني والإبداعي ما بيعرف ظروف أو تحديات، ويمكن وقت يكون متواجد بروح أي شخص لابد وأنه يطلع من خلال حرفة أو موهبة. وهذا الحكي يا رنا بيوصف بالضبط وبشكل دقيق يامن محمد، وهو شاب بعمر 17 سنة ما سمح لضعف نظره الشديد إنه يكون واقف بوجه حبه لآلة العود واحترافه لألا. هالألحان الدافية يلي عم تطلع من أوتار العود وراهن قصة، قصة إرادة وقوة وموهبة تحدد كل الظروف والعقبات يلي واجهتها وسلمت حالها للإبداع والأمل الموجودين بعازف يامن محمد ابن 17 سنة. تعلمت على العود وأنا صف رابع تقريباً، يعني من 6 سنين، وبلش معي جوز عمتي مسكني العود وعطاني الأساسيات. بعدين سجلت في فرقة صدى القدس مع الأستاذ زكريا حميد الموسيقار، وبعدين هلأ بلشت مع الأستاذ عدنان حايك. أنا عندي العين اليمين مفصولة شبكيتها، واليسار فيها ضعف شديد. هلأ ما حسيت حالتي، ما أثرت علي بشي أبداً. بصيرة من عند رب العالمين، انه ما في طفل بهالعمر هذا انه يوصل لهالمرحله هي. انا بلاقي والاله العود من اصعب الالات الموسيقيه، يعني مو اي انسان بحب يتعلم على العود بيتعلم عليها، والله سبحانه وتعالى يسره والله يحبب العالم فيه كثير
وهلا كثير عم يجي مثلا يطلع امسيات بالملتقيات الثقافيه والمنتديات، عم يدعوه لحفلات، وهلا عنده السنه الجايه بكالوريا ان شاء الله، وبعد البكالوريا حاب انه يدرس معهد عالي موسيقى. سمعت كتير يعني ملحنين وأم كلثوم وهاي، أنا عجبتني أكتر شيء آلة العود. لما بلشت سماعي ما كان في شيء، فهلأ بالنوطة يعني حسيت إنه شيء فرق، لأنه هي النوطة تدريس أكاديمي فبتفرق يعني شوي، بحس صعوبة يعني إذا بسمع أغنية فبقول للأستاذ عدنان وهو بجيب لي نوطتها وبنقلني إياها عن طريق الفكر. هلأ أنا هيك بحس موهبتي يعني إنه كل ما عم تزيد. هلأ بعد العود، بعد ما إن شاء الله هيك يعني أكون صرت منيح عزفي بالعود، حابب أتعلم كمانجة. العقبات هي الأمور المخفية يلي منشوفها وقت نبعد عيوننا عن الهدف، لكن يلي عنده إرادة بالضرورة رح يمتلك القوة شو ما كانت الظروف. هو لازم هلا يدرس وأنا تاركه على راحته، شو بحب هو أي اتجاه يتجهه، تلحين، يكفي مثلا يدخل بفرق موسيقية، الطريق اللي بيختاره هو إحنا معه، وطبعا هلا أكيد الطريق اللي اختاره هو رح يكون الصح لأنه هو اللي حاب يصير. يسعد صباحكم مرة تانية. الراتب مسابقة رح تخلي حلمك يصير حقيقة، مليانة بالمفاجآت والسحوبات. رواتب شهرية لمدة سنة كاملة، بعشرين الشهر ربحنا راتب رنا وأنا شهري لمدة سنة كاملة بقيمة 200,000 ليرة سورية. اليوم عنا سحب لراتب جديد. اليوم ورد الراتب مختلف عن هذيك المرة، اليوم الراتب أكبر وقيمته 300,000 ليرة سورية، وطبعا السحب بإشراف المؤسسة العربية للإعلان. لهيك اسمحوا لنا نرحب معنا بالاستوديو بالأنسة ليال المغوط، مسؤولة قسم التسويق بشركة لينك أب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يعني المرة الماضية كنا ثلاثتنا وربحنا راتب بقيمة 200,000 ليرة لمدة سنة كاملة، يعني اليوم في شيء جديد؟ هلا اليوم مو اليوم الشيء جديد، الشهر الجاي ان شاء الله. شو معنا؟ خبرينا، حمسينا اكثر. هلا نحن وعدنا مشتركينا انه حنسعى لنربح اكبر عدد من المشتركين، لهيك صار عندنا الشهر الجاي سحب اسبوعي بدل من 10 ايام. بكل يوم اثنين، لهيك ان شاء الله يعني الفرصه كل اسبوع حيكون، اكيد كل اسبوع ان شاء الله حيكون السحب لتكون الفرصه اكثر قدام المشتركين. خصصنا لهذا الشهر جوائز بقيمة تبلغ 10 ملايين ليرة سوري لهذا الشهر. حلو. تمام. حلو. طيب تقريبا قديش رح تكون قيمة الرواتب بالشهر الجاي؟ في شيء رح يتغير بقيم الرواتب ولا أكيد؟ لا أكيد أكيد. هلا السحب صار أسبوعي، يعني السحب على واحد من أربع رواتب بدل ثلاثة. أول أسبوع السحب على راتب جديد بقيمة 150,000 ليرة بدل 100,000. ثاني أسبوع السحب حيكون على راتب 200,000 ليرة. ثالث أسبوع السحب حيكون على راتب 250,000 ليرة. ورابع أسبوع السحب على راتب 300,000 ليرة، وما بننسى جائزة الكبرى اللي هي 500,000 ليرة ولمدة سنة كاملة. ومثل ما قلت لكم إن شاء الله الحظ للجميع، لذلك يلي ما اشترك لحق يشترك ويرسل كلمة راتب على 1998. أوكي، من أي خط سريتل أو MTN. أوكي، 1998 هو الرقم يلي حالياً فيكم تفتحوا موبايلاتكم إن كنتوا خطكم سريتل أو MTN وتبعتوا على 1998 كلمة راتب وبتاخذوا النقاط. كثير الناس عم يبعثوا لي انه صار جمعنا كذا 100,000 نقطة، جمعنا 20,000 نقطة، ربحونا ما ربحونا. من قلكم
السحب عم يكون على الهواء المباشر بإشراف المؤسسة العربية للإعلان وشركة لينك أب وقناة سما الفضائية. فأنا لو بدي ربحكم إن شاء الله الكل رابح. هلأ نحن خلقنا هي الآلية الجديدة مشان يعني نوفر قدر الإمكان فرص للمشتركين. حلو كتير. ما بعرف لازم نأخذ الراتب هلأ نبلش السحب. يلا رح نشوف العداد على الشاشة ونقول ستارت. مين حيربح راتب 300,000 ليرة؟ هلا بيطلع رقمك رنا. اي معقول؟ تخيلي. ستوب. او 0988762884 0988762884. ألف مبروك لصاحب الرقم 300,000 ليرة مو مرة واحدة، ل 12 مرة، راتب شهري لمدة سنة كاملة ب 300,000 ليرة سورية. طبعا هلا اكيد زملائنا بالكنترول ورد رح يتواصلوا مع هذا الرقم مع الرابح لحتى يكون معنا على الهواء مباشرة، لبين اكيد ما يصير الاتصال جاهز بنخبركم انه بشهر شباط الرواتب صارت اكثر وبقيم مالية اكبر، السحوبات مثل ما خبرتنا الان سليار رح تصير اسبوعية على رواتب بقيمة 150 200 250,000 و300,000 ليرة سورية، طبعا كلهم لمدة سنة كاملة رح صحيح. يكونوا الاتصال صار جاهز معنا. الو صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. معك ورد سباغ ورنا كويتر من برنامج صباح الخير على قناة سما الفضائية، عم نصبح عليك لنخبرك خبرية. بالبداية شو اسمك؟ محمد بري رحيم. محمد بري رحيم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وكأنه عم يحضرنا على فكره محمد، لانه عم تشوفنا حاليا يعني كأنه عرفان. لا لا والله والله ما في كهرباء، ما عندي ما في كهرباء. من وين عم تتابعنا محمد؟ من دير الزور. والله اهلا وسهلا فيك وبكل اهالينا بدير الزور هالمحافظه اللي بنحبها كثير. عرفان ليش عم نتصل فيك ولا لا نخبرك؟ طيب يعني. نحن انت مشترك بمسابقه الراتب ما؟ تمام. طيب نحن رنا وانا ولينك اب وقناه سما الفضائيه بدنا نربحك راتب لمده سنه كامله قيمه الراتب 300,000 ليره سوريه. ان شاء الله الف مبروك لك. الله يبارك فيكم والله يعطيكم العافيه. طبعا كل حدا بياخذ راتب 300,000 ليره سوريه لمده سنه كامله قديش مجموعهم يعني ب 12 شهر؟ بلا يعني قد ايه بيطلعوا تقريبا؟ 3 مليون 600. دغري يعني. اوكي هذا مبلغ مهم ممكن تعمل فيه كثير شغلات. وان شاء الله هي بتكون سنه خير على الجميع ونصر لسوريا باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. مبروك يا محمد واكيد رح يتواصلوا معك من تحت الهواء لحتى يعطوك كل التفاصيل وكيف ممكن تستلم جائزتك. الف مبروك. شكرا كثير لك. وشكرا شكرا كثير لك مره ثانيه. اهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرناكم شكرا كثير، مثل ما ذكرناكم مشاهدينا بشهر شباط الجوائز صارت اكثر والرواتب اكثر بكثير، معنا عده رواتب بقيمه 200,000 ليره سوريه، 250,000 ليره سوريه، ايضا بقيمه 100,000 ليره سوريه، والراتب الجائزه الكبرى 500,000 ليره سوريه، طبعا ما تنسوا تبعتوا على 1998 كلمه راتب وتدخلوا بالمسابقه. ليال بتحبي تضيفي كلمه ختاميه؟ يعطيك العافيه اول شيء وبتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا كثير لك، شرفتينا انسى ليال. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا مكملين من بعد هالفاصل. النشاطات اللي بنبدأ فيها بالفترة الصباحية بتنعكس على الإنتاجية بكل نهارنا، لهيك رح نخلي الرياضة أكيد هو جزء أساسي من روتيننا الصباحي. يسعد صباحكم، معكم الكوتش فينار من أبتاع سبورت أكاديمي. اليوم حناخد مجموعة تمارين لحتى نتخلص من الخفسة اللي بيعانوا منها أغلب البنات، ولكن بدنا نكون ضمن الصورة الأساسية اللي هي أنه جميع البنات عندهم خفسة ومستحيل انه احنا نتخلص منها بشكل كامل بدون عمليات تجميليه. رح بلش انا دغري باول تمرين، رح ناخذ سايد لانجز على جنب، حنطلع لفوق
نرفع رجلي زاوية 90 again side lunges لفوق عم باخذ رجلي لورا على الجنب اليسار ثلاثة أربعة طبعا ما ننسى نحمي قبل ما نبدأ تمرين الجري بمكاننا حيكون كافي عشرة ورح نوقف انتو حتكملوا 15 عدة ورح روح انا على التمرين يلي على الرجل يلي بعده ننجز على جنب نطلع لفوق نرجع ننزل تسعة حريه هننزل هلا على المات من هون حناخذ على جنب حنمد رجلينا الاثنين رح ارفع رجلي لفوق زاوية 90 رح مد سكر وارجع انزل اجين اذا زاوية 90 مد رجلي سكر زاوية 90 اجين وبنزل تسعة عشرة بنريح وحقلب على الطرف الثاني مثل ما اتفقنا حنطلع زاوية 90 حمد رجلي برجع زاوية 90 نرجع ننزل حنبلش نحس بالحرقة برجلينا Last one. حرية. هلا حننزل على التمرين يلي بعده بعد ما نكرر التمرين ثلاث جولات رح انزل على التمرين يلي بعده حنعمل بريتش ولكن هاي المرة رح ضب رجلي الاثنين مع بعضهم بهي الطريقة وحاطلع فيها لفوق لحتى نشغل الجوانب أكثر. ثلاثة. بنثبت فوق بننزل بشكل بطيء لتحت لاست وان حرية وهيك بنكون خلصنا تمريننا اليوم بتمنى انه تكون عجبتكم بشوفكم بالحلقات الجاية على خير يسعد اوقاتكم مره ثانيه بتتعرض مفروشات للاتساخ بسهوله وبشكل سريع سواء من بقايا الطعام او مع بقع القهوه والشاي وغيرها المطلوب بهالحالات هو معرفه طريقه التنظيف الصحيحه من دون ما يفقد القماش جودته ورونقه التفاصيل الكامله بما يخص موضوع تنظيف الاثاث هذا هو موضوعنا اليوم رح تتناقش فيه رنا مع ضيفتنا الاستاذه رانيا سمان خبيره بالتدبير المنزلي تفضلي يا رنا شكرا صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا فيكي ست رانيا يسعد صباحك يعني مثل ما كون شايفين فرشنا الاستوديو فرشنا جاهزين اهلا وسهلا فيكي طيب قبل ما نحكي على البقى يعني يمكن هي من اكثر المشاكل اللي بيعانوا منها ستات البيوت انه بيكون الفرش مرتب وحلو خصوصي اذا في اولاد بالبيت فممكن يصير في كثير اوساخ او كثير بقع لهذا الفرش طيب قبل ما نحكي شوي على البقع اللي ممكن تصير خلينا نحكي على بشكل عام على الغبار والأتربة اللي هي أصلاً بتتشكل على الفرش كيف نحن ممكن نحافظ على الفرش منها؟ هلا أكيد أي بيت غبار وبقع وولاد ومي وممكن أكيد كل شيء ممكن يتعرض له هلا أنت لما بتكون المادة عندك الأساسية اللي أنت حاطة إذا حاطة مخمل بدك تكوني أنت عارفانة هو فيه نسبة قطن أكثر أو نسبة حرير أكثر بس طمع. تكون نسبة القطن فيه عالية أنت بتقدري بقماشة رطبة تليفي تمسحي طمع. ما عندك مثل هي اللي معنا مشان نورجيها تمام بس يكون انت عندك على حتى نورجيها اكثر عزبك شوي انا بس ورجيها على الكاميرا
اوكي تمام. ايه هاد بينه هيك معنا هون تمام، بتكون في نسبه القطن عاليه، نحن بنقدر نمسح الليف ما بنخاف، ما في مشكله، بس لما يكونوا انت طيب. عندك على حرير عدو لدود المي. الحرير تمام، اي شيء على حرير عدو لدود المي. ما لازم نقرب ابدا ابدا المي، يعني كثير شقشقه عليها مي معصور كثير لانه ببقع مو مثل المخمل. طيب هون خلينا بس هيك مشان خطوه خطوه نحكي على كل قماش لحال. تمام. اذا انا اليوم عندي غبره كثير بالبيت، هلا اغلب بيوتنا بسوريا كثير فيها غبره، فنحن يفضل انه نفض 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 بس. هلا شوفي كل شيء نفض، هلا مثلا حتى ولما بدك تنفضي انت دائما اي سده تعرف تمشي مع خمله القماشي مو عكسها، مو تمشي بعكسها هيك تمشي معها هيك، ولما بدها تساوي المنطقة كاملة كلها من فوق لتحت باتجاه واحد، مو نمسك وياها. هلا نحن أيام نشوف مثلا مثل هيك أشياء فرش أو هيك بيجيبوا في عنا، هي دائما بنشوفها بالسوق هيك مثل الخشبة اللي نفسها بيدقوا فيها السجاد. لا 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 ما في داعي، ما في داعي، يعني أنت كمان هيك قطعة هيك بدها تكون دايرة بالها حريصة عليها، أكيد ما حيكون شيء لاستهلاك. يا ما بتيجي تقولي معلش أنا ليف بكلور، مو شو من ليف بكلور يعني أنت بالنهاية هي قطعة. طيب في شيء نحن بنشوفه عم يستخدموه كثير بالتنظيف، اشياء بيقولوا انه هي بتروح البقع بسهوله، يعني بيحطوا نقطه ونقطتين منها وبينقعوا بس هي نوعا ما كمان ممكن تهري انه بيقولوا اللون. ايه بيقولوا يعني انه بتساوي البقع بتيجي بعدين بعد فتره انت بس تنشف تماما بتلاقي هي صارت لون وباقي الكنبه عندك صارت لون ثاني. تمام. طيب خلينا نبلش نحكي على القمايش نفصل فيهم، كنا عم نحكي على الحرير من شوي، يعني الحرير هلا عدو المي. ايه نحن تقريبا 90% الناس معتمدة على المخمل. المخمل الأكثر صح؟ الأكثر. لما بدها تستعمل مخمل لغرفة قعدة يفضل تلاقي مخمل نسبة القطن تبع فيه عالية. تمام. لما بدها تاخذ لصالون ممكن تروح على المخمل اللي فيه نسبة حرير. اوكي. بس كمان بدها تكون كثير حريصة عليه. اوكي. بس تروحي على الحرير اللي هو هيك حرير او هيك او هيك، هي القمايش، هي القمايش هي بدك تكون حريصة، مي بقى شاي، يعني بده يكون لصالون اكثر من غرفه قاعده. تمام. يعني استهلاكه قصدنا ما في استهلاك كبير، ما في استهلاك تمام يومي. تمام تمام. لهي الكنبايه حتى انه المخمل حتى عم نستعمله صرنا باللوحات. ايه كنت بدي اسالك صراحه على اللوحه، ما في هلا هون احنا داخل مخمل بالاطار وداخل تمام. حتى من جوا كله مخمل، كله كل القطعه عندنا مخمل. طب مثلا مثل هيك قطعه هي بتكون معلقه على تعلقت على الحيط واجى عليها غبره، هذا الشيء طبيعي باي بيت، شقفه رطبه كثير كثير ونفس الكلام باتجاه واحد ولا اكثر من هيك، بنتركها تنشف لحالها. انت بدها تكون رطبه كثير اكيد ما حتى تبللي كثير ما رح، بس قصدي حتى اذا فيها شويه مي بنتركها تنشف لحالها ما في اي مشكله. وباتجاه الخمله دائما المخمل باتجاه مو بعكسها، مو بعكسها تمام، وتصير المنطقه كامله. طيب. يعني مو نعمل نص نترك نص، لازم كله كامل كله كامل. طيب خلينا نحكي شوي على البقع نفصل فيهم، يعني مثل ما قلنا ممكن يشرشر اي نوع من انواع المشاريب، يعني أكيد. ممكن عندنا قهوه شاي شغلات عصير، ممكن يكون فيها سكر، يكون فيها ملونات، كل هاي الامور. كيف نحن اذا وقع بقعت عصير، خلينا نبلش بالمخمل، كيف بنقدر نحط؟ هلا اول شيء يفضل هي تغبى دغري، بعدين شقفه مبلوله مع شيء منظف بسيط، دواء الغسيل ما نقرب عليه ابدا، بياكل اللون كمان. اوكي. شيء منظف بسيط بعد ما تكون هي غبتهم منيح، مسحه خفيفه باي قماشه مع اتجاه الخمله بس هي هي وتنشف. وبعدين يفضل تنمسح كامله، يعني مو نمسح ما نمسح شقفه ونترك باقي الكنبايه. أيه. بتصير بس تنشف، بتحسي هي لانه انت اصلا بتصير افتح من غيرها، بتصير افتح من غيرها، بتلاقي هي القرنه صارت هيك لحالها والباقي غير لحاله. طيب هي عم نحكي على المخمل، اذا عندنا هون مثل ما قلنا قماشه الحرير مثلا، كيف فينا ننظفها بحال وجود بقع؟ هلا كمان بقع الحرير اكل او بقع اي شيء بدها تمسح البقع كمان مي مع شيء سائل خفيف، ودائما سائل يعني مو دواء غسيل بودره ياكل لون، وبعدين كمان تنمسح كلها بالكامل باتجاه واحد مشان هي بس تنشف ما يطلع عندها قرنه لون والباقي كله تمام. لون تمام. هلا الشيء سائل في كثير عندنا خيارات، يعني في عالم كثير مثلا بتحب تستخدم مثلا تبع الغسيل بس السائل مو البودره، احسن من البودره، احسن من البودره. ايه طبعا اكيد. او مثلا تبع الجلي او هي الامور اي سائل كله ممكن يمشي. البودره البودره بتاكل اللون مره على مره على مره، بتصير القرنه بيتغير لونه. طيب كمان لوحه هون اللي معنا كمان اللوحه هون لا حرير هي حرير نفس الكلام عاملتها حرير نفس الشيء
ماشي رطبة جدا وما في داعي يعني بتصور كمان انت معلقتيها ما حيجي عليه الا غبره. هلا المعلق اسهل شوي بيكون بس غبره ما رح ينكب عليه تنفيذ يعني ايه. تمام تمام. طيب خلينا نحكي شوي بس بعتقد ما موجود معنا يمكن جلد. جلد الجلد مسحه سهل سهل مسح الجلد بما انه هو لا في خمله لا في وبره بس الجلد فيه مشكله ما بعرف يعني اذا بتوافقينا فيها انه الجلد غالبا بيشقق يعني بنشوف طبعا اذا عم نحكي اذا نوع الجلد ما من نوعيته ما بيشقق من التنظيف يعني نحن قصدي ما في استخدام خاطئ للجلد لا لا بس هو من لما بيشقق بتكون هو لنوعيته سيئه مو من تنظيفك انت انه حاطه شيء بتكون هو مو مثلا من مواد معينة. لا بتكون هي نوعيته تمام. كمان الجلد مثل اي شيء شويه مي مع سائل في هدول المنظفات اللي يعني هيك شوي مثل ايه هذا فورا كثير سهل كثير يعني ولو صابون ولو ليفتي بليفه ورجعتي بعدين مسحتي ما بيأثر بيمشي الحال بس ما بيشقق من التنظيف بيكون هو اللي الجلد اللي نوعيته معنا منيحه. تمام تمام. طيب بدنا نصيحه هيك اخيره لكل الستات اللي عم يتابعونا كرمال كيف نحن بنحافظ خلينا نقول على مفروشاتنا بشكل اكبر وشكل اطول. هلا هو دائما بدك تحافظي عليهم يعني بده دائما يدير باله الواحد مثل ما عم اقول لك لما السيد بدها تروح تحت ماشي ايام يعني ما منظر مو حلو يعني انت قد عامله شيء حلو لتنبسطي فيه طبعا. مو لتغطي بس انه هي وقتها تروح تختار قماش تعرف تختار شو تختار. انا بدي اوضه قاعده معناتها انا بدي قماشي عمليه امتى منكب ليف ايم ما تعلم تمام. لما بدي اختار صالون غير ما لما بدي تكون عمليه ابدا صح. ما رح تكون عمليه مو معقول انا اجيب قماشي حرير حطه باوضه القاعده بعدين اقول ليش هيك صار بعدين نخانق الاولاد ونخانق العالم لا. لانه عم بيوصفوا انت بدك تعرفي شو تختاري ان كان لغرفه قاعده لصالون لكوان اللي بيناسبك بس بدك تختاري ماشي انت لما تشتريها تسالي نسبه القطن فيها قد ايه نسبه الحرير فيها قد ايه مشان انت كيف ما اشتغلتي تكون امورنا بالسليم ايه؟ شكرا كثير لك على كل النصايح اللي قدمتيها ان شاء الله على هالبرنامج وانبسطنا معكم ان شاء الله يكونوا كمان مشاهدينا استفادوا منه ورح نرجع مره جديده لعند ورد لنشوف شو لسه ضال معنا فقره. شكرا يا رنا وشكرا للاستاذ موجودة معنا. الواجبات اليومية الكتيرة المطلوبة من ست البيت وأهم التنظيف بتخليها معرضة للعديد من المواد يلي ممكن تسبب ضرر صحي خاصة على البشرة. لهيك تحتاج السيدات للعناية والحفاظ على بشراتهم خلال عمليات التنظيف وبخطوات سهلة وبسيطة. خلال عملية تنظيف المنزل تتعرض السيدات بشكل كبير ومباشر لمواد التنظيف المضرة يلي بتحتوي على مواد حمضية ومواد قاعدية وصابونية والكلور. هالمواد بتسبب ضرر كبير على البشرة لأنها بتزيل الطبقة الدهنية يلي بتحميها وممكن يؤدي لحدوث تشققات صغيرة بالبشرة بتصير فاقدة للحيوية. ولمنع إصابة البشرة بالأذى من المحبذ وضع قفازات اليدين بشكل دائم ولازم تكون الكفوف سميكة ومو مصنوعة من مادة اللاتكس المطاطية. استخدام كريمات ومستحضرات العناية والترطيب الدائم بعد كل استعمال للماء والامتناع عن استخدام مواد الترطيب المعطرة أو المحتوية على مواد حافظة أو ملونة. وأكدوا خبراء التجميل والعناية بالبشرة بأنه استخدام المواد الطبيعية مثل الألوفيرا أو شمع العسل هي الحل الأمثل للترطيب. حظوظنا وأبراجنا وشو مخبلنا الفلك مع مدام نجلة أباني. صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا ورد. صباح الخير يا رنو. صباح الخير للجميع. ضلوا بخير. أيامكم سعيدة مرتاحين ومبسوطين. اليوم 27 كانون الثاني. تمنياتي للجميع بالخير. ضل 3 أيام ليباشر عطارد تراجع وهو كوكب السفر والأوراق والذكاء يباشر تراجع في برج الدلو. طبعاً هو هلأ عم يلتف متراجعاً فحتى يعني بلشت ممكن يكون نوع من أنواع الأثار السلبية خاصة أنه تأثيراته بالذات على موضوع الكهرباء على موضوع الأنترنت الاتصالات السفر يعني ممكن يكون في نوع من أنواع التأجيل أو التأخير عم بيصير على هاي الأشياء. مولود كوكب المشتري ما زال متقدماً في برج الدلو. زحل أيضاً في برج الدلو إلى جانب الشمس. المريخ ما زال في برج الثور وزهرة ما زالت في برج الجدي. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لليوم الناس الحواليك هن المتعبين
والمفروض انك تتحملهم. يوم ما انه سيء انا بعتبره يوم جيد، لكن اذا عصبت بلحظه وعملت لك شيء مشكله ما في داعي لها، حاول انك تستوعبها دغري او تمتصها دغري او تهدي الامور دغري، ولاحظ كم مره عم بتقول بهاليومين ثلاثه اف. لاحظ. مواليد برج الثور اليوم للحركه للنشاط للعلاقات العامه مع الاخرين، خاصه الحظوظ ملائمه لتشوف ناس صار لك زمان ما شفتهم، ليكون عندك نوع من انواع الوعود، لتكون واثق من نفسك، لتنهي بعض الاوضاع اللي كانت مضايقتك. يعني اليوم في مساعدات، في مصالحات، في حوارات مع الاخرين لتوضيح امورك او امورهم. يوم يعتبر جيد، فيه فرصه مناسبه لتحكي بحريه وبنشاط. مولود الجوزاء غالبا في قصص ماليه عم بتفكر فيها، ومثل ما قلنا التراجع بالشهر القادم كله تقريبا العشرين بالشهر في تراجع عم بيخلي اغلب صرفك عائلي. اعتقد انك ما كتير مرتاح ماليا مولود برج الجوزاء، الظروف المحيطه حواليك هي السبب. على كل ايدك غربال بتقبض من هون بهروا من هون، فحاول انه ما يعني تعمل نوع من انواع التوازن لما يكون عندك مصروف اكثر مما يجب. عزيزنا مولود برج السرطان اليوم عم يفرح لإنجاز عائلي أو سعادة يتمناها. أحد الأيام الجيدة اللي فيها مشاعر أحاسيس تأثير جيد في الآخرين، فئة بكير نوع من أنواع القرارات، نوع من أنواع القصص اللي لها علاقة بالأمور الأسرية العائلية الشخصية. يعني اليوم في هيك حوار نقاش عم تنشئ علاقات جديدة، والأهم أنك مبتسم ومعنوياتك مرتفعة. عزيزنا مولود برج الأسد أنت اللي مكسل، ضيق خلقك، ما كتير مرتاح، الناس اللي حواليك على حق غالباً بهي الأيام، سواء بالأخبار اللي عم بيقولوا لك إياها، سواء أنه بحاجة الأمور من عندك لهيك يعني توضع النقاط على الحروف، تاخذ قرارات ببعض الأشياء. هي الفترات مولود برج الأسد مثل اللي عم بيمرق. هلأ طبعاً وجود المريخ في برج الثور بيخليني نبهك صحياً من أول السنة تقريبا لثلاثة، يعني اول شهرين كاملين، لذلك لازم تنتبه من اهمال او نقاشات ما لا داعي. مولود برج العذراء استقبل ودعا، ما عندك شعور بالملل اليوم، الامور ايجابيه، العلاقه بزيارات ربما اجتماعيه، تزور او تزار، تقابل او تقابل من الاخرين. يوم فيه ارتياح عم بيساعدك، اهتمام او محبه او نوع من انواع الاجواء المفرحه، سببها بالغالب الاخرين، يعني الناس اللي حواليك هنن اليوم اللي عم يعملوا لك نوع من انواع الايجابيات. يوم فيه بالمجمل امال مستقبليه. مولود برج الميزان يعني شيء بديهي عقلاني منطقي عم تحسه انه ما عم يزبط، انه يعني انت عم تناقش هاي الاشياء كثير طبيعيه وكثير بديهيه، عم تحس انه الاخرين عكس عكاس معك بهي الايام، ما عم يقتنعوا انه فعليا انه انت عم تحكي باشياء كثير طبيعيه وكثير عاديه. يمكن هذا الشيء اللي عم بيعصبك عم بيخليك تحكي شي كلمه بطريقه جارحه او بصوت عالي او نوع من انواع الاشياء اللي ممكن عم تتصرفها، ويمكن تكون غير مقصوده، وانا دائما بزعل لما بتكون غير مقصود، لانه قصه بتزعل الاخرين ويمكن تزعله لبرج الميزان وهي بالاصل غير مقصوده. اليوم الحقيقه في شيء انت معصب منه وهيك يعني ممكن تحكي لك كلمه بدون تفكير. مولود برج العقرب على العكس هو مبتسم اليوم ويرفض التعب وقادر على إقناع الآخرين بوجهة نظره. ما بعرف إذا عم تفكر بشي جديد تدخله بهي الفترات، دورة تدريبية، دراسة جديدة، قصة العلاقة باجتماعات أو بسفر أو بعروض. هاي الأيام أيام فيها شي جديد على كل الأحوال، مثل كأنه الدنيا بلشت تفتح لك أبوابها، في عروض مهمة. غالباً اليوم مولود برج العقرب عم بيضحي بوقته وللصالح العام بالمجمل. مولود برج القوس يوم جيد لك، فيه شيء له علاقة بمصلحتك، هي محبة الآخرين، هي انفتاح الآخرين، هي الأصدقائك عم بيسهلوا لك حلول، نوع من أنواع المدح والدعم الذي تستحقه، غرباء بالتعارف، قصة مالية ممكن تكون إيجابية. يعني اليوم يوم جيد بالنسبة لك، فيه لقاءات أو دعوات أو علاقات مع الآخرين. مولود برج الجدي حظوظك فيها نوع من انواع التعب، ما بعرف اذا القصه نوع من انواع السلبيه حواليك، مو كثير مرتاح، كلمه جارحه، صوت عالي، ما له هي العاده مولود برج الجدي يعلي صوته، بس اليوم فعليا ممكن نتيجه الضغط ضغط ضغط صار لك يومين ثلاثه تطرق شيء هيك ايدك على الطاوله وتقول لا هي القصه ما راح اعملها. هي نوادر على كل ما بتصير مع مولود برج الجدي، انا بقول دائما مثلك
مولود برج الجدي انه اللهجه الدبلوماسيه اللي بقى اللطف اكثر جدوى من الشجار، اكثر جدوى من الصوت العالي، بالنتيجه ما رح تستفيد اليوم اذا عليت صوتك. الامور اليوم لها علاقه بقيد عملي لمولود برج الدلو، الحقيقه اليوم يوم فيه شغل كثير، فيه قصص لها علاقه بانهاء بعض الاعمال، ما بعرف اذا عم تداوم عن غيرك. هلا قلبكم خليني اشرب شفيت مي. مدام نجلة مي بدنا نذكر بالرقم 1845 اللي فيكم تبعتوا فيه مسجات باسمكم مواليدكم لحتى تجاوبكم عن حظوظكم الخاصة فيكم. صحة يا مدام. على قلبكم. حابب يقعد لحاله اليوم مولود برج الدلو، حابب انه يرتب اموره، لكن مو هذا اللي عم بيصير. يوم فيه زحمة اعمال، زحمة شغل، فعليا عم تنجز اعمالك يمكن بدون نقصان، وعندك احساس انه ما حدا بيعرف يشتغل شغلك غيرك بالمجمل، يمكن لذلك انت اليوم دائم الانشغال. هلا الحقيقه انت يعني محتاج لك ساعه راحه بالمجمل. عزيز ده مولود برج الدلو اليوم يعني عم ترتب امورك بابتسامه، بتفاؤل، بثقه بالنفس، احد الايام الايجابيه اللي فيها تسويه لخلافات، اللي فيها نوع من انواع الايجابيات على صعيد تعديلات على الغالب، يعني اهتمامك اليوم بانك تطالب بحقك، وغالبا هاي الايام عموما لبدايه جديده وخاصه على صعيد الامور الماليه. كل عام وانتم بخير. مواليد 27 كانون الثاني، حب مضاعف للاستقلاليه، حدا بيحب التنقل، بيحب الاسفار، بيحب السهر، اذا بده يمكن فجاه يتحول الى عصبي ويقلب كل الاوراق لسبب كثير صغير او سبب تافه، بس حلاوته انه 10 دقائق بيهدى وبيرجع طبيعي ومبتسم كانه ما عمل شيء على كل الاحوال، كانه ما عصب وما حكى له شيء كلمه ما بيعنيها، لانه اكثر المواليد اللي بيحكوا كلام ما كثير بيعنوه هن مواليد برج الدلو. مولود لا يزعج نفسه عموما، بحب الراحه وبيترك هموم بكره لبكره وبيعيش يومه عموما. صديق وفي لا يثقل، يساعد بدون ما ان يطلب منه حتى او يطلب منه، بحاول يحافظ على استقلاليته واستقلاليه الاخرين، عنده نوع من انواع الرومانسيه بس مو هاي الرومانسيه اللي بتخليه يعمل شيء هو ما بده يعمله على كل الاحوال. اجتماعيا بيته مفتوح دائما للاستقبالات، يسعى للتعرف دائما على اصدقاء جدد، عنده محبه لمن حوله عموما ومساعدات. سنه كثير مهمه، فيها اشراق عاطفي، فيها اتفاقات، ربما فيها نوع من انواع الاستقرار. انا بشوفها سنه فيها شيء جديد غالبا عم بفكر فيه مولود برج ال 27، وقصص ممكن تكون مصدر سعاده بالنسبه له او مصدر ايجابيات. يسعد اوقاتكم وتضلوا بخير. لا 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 لا، استنوا جوزها هي وياه على شفا الطلاق. 39 ما لقيت بقيت الرسالة يا حبيبتي، ما لقيت بقيت الرسالة، وما بعرف المواليد اللي انتي بعتيها مواليد مين، بس يعني هاي المواليد ما يتبع الطلاق، يعني لا السنة بالأصل سنة حظوظ، وهن أصلاً أشخاص مانن ميالين للطلاق، قد ما بيوصلوا للعناد للماكسيمم بس ما بتوصل الأمور للطلاق. فعلى كل ما بعتي لي مواليد تانية. مريم عم تسألني عن أمورها، مواليدة 2001، سنة حظك مريم، سنة للتغييرات الإيجابية وغالبا سنة ارتباط، رغم أنه بدك تنتبهي أنه هاي السنة فيها كتير وعود كاذبة عموما. ولاء بنت وفاء 91، سنة حظك يا ولاء، سنة جيدة جدا وإيجابية جدا وغالبا للتغييرات، ما بظنك تطلعي من هذا العام بدون تغييرات. يجعل أيامكم سعيدة، تضلوا دايما مبسوطين ومرتاحين، صباحكم الخيرات. صباحك عرب، شكرا كثير مدام. شكرا كثير لك مدام. لعند الشيف سناء بشكل سريع لنشوف الطبق بشكله النهائي. تفضلي يا شيف. طبق الصيني قدمناه بطريقتين، اذا حابين احنا هيك نقدمه وننزل عليه الصوص، واذا حابين نقدمه بالطريقه الصينيه كمان بيزبط. حننزل الصوص اللي ساويناه هيك، نحن حطينا شوي بقلب منه بس هيك شويه اضافه بالنهايه مشان تعطينا منظر حلو. وعلى فكرة طبق صحي، يعني ما كتير فيه تمام، ما كتير إضافات. فيه دسم. شكرا كتير إضافات، شكرا غلط قصدي. شكرا لوجودك معنا. شكرا 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 كتير شايف، يسلم إيديكي. ونحن هيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، أكيد نلقاكم بكرة بحلقة جديدة 9:30 الصبح. 9:30 الصبح بنكون ناطرينكم، فانطرونا، تبقوا بألف خير.